شفنا التقرير وتابعناه انه مؤسسة بهية بتقوم بمجهود جبار ورائع الحقيقة، بقالها اكتر من 4 سنين في دعم محاربات سرطان الثدي، ويمكن زي ما قلنا كده انه هو الاكثر شيوعا بين سيدات مصر وفي العالم كمان، لانه الست المصرية هي عمود اي بيت مصري. يمكن لو احنا اهتمينا بصحتها بعد كده هتحصل او هيحصل كل حاجه حلوه في المجتمع، اولاد اصحاء، بيت مستقر، مجتمع مستقر كمان. يمكن زي ما احنا قلنا لكم كده شويه الاعراض اللي بتظهر على اي سيده او اي فتاه مصريه لازم تتوجه على طول لمستشفى سرطان الثدي او مؤسسه بهيه للكشف الدوري والكشف المبكر، ولو لا قدر الله اكتشفت ان هي عندها المرض ده، الحقيقه هما بيقدموا كل الدعم والعلاج المجاني. والحقيقه ده بشكل شخصي يمكن انا اعرف سيدات تعرضوا فعلا او اكتشفوا ان هم عندهم سرطان الثدي وراحوا فعلا للمؤسسه وبالفعل اتقدم لهم كل العلاج المجاني. عشان بقى نحافظ على صحتنا اكتر ونبقى اصحاء كده لازم نعمل شويه خطوات مهمه جدا في حياتنا. اول حاجه طبعا احنا نمارس الرياضه بشكل دوري، ناخد بالنا من اكلنا ونتبع نظام غذائي وصحي كويس جدا، وكمان اي شخص او اي فتاه او سيده مدخنه تحاول ان هي يعني تتجنب التدخين او تتجنب اي مكان يكون فيه تدخين سلبي. مظبوط، يمكن زي ما انت قلتي كده دي كانت توصيات من منظمه الصحه العالميه، قالت كده انه في بعض الحاجات لو السيده عملتها ده ممكن يقلل من خطر الاصابه بسرطان الثدي، زي مثلا الرضاعه الطبيعيه المطوله. يمكن دكاتره كتير اتكلموا عن الموضوع ده، انه كل ما السيده كان يعني خلفت ورضعت بشكل طبيعي ومده طويله اللي هم مثلا السنتين دول، ده بيكون احسن ليها واحسن لصحتها وطبعا لصحه ابنها. كمان النشاط البدني المنتظم زي ما نوران قالت كده، الرياضه بشكل مستمر، وكمان التحكم في الوزن ومحاربه السمنه، وتجنب طبعا التدخين، وتجنب كمان التعرض المفرط للاشعاع. عظيم جدا. بصوا، مفيش حاجه الحمد لله دلوقتي نقدر نقول عليها ان هي مستحيله. يعني ايه؟ طبعا المرض ده يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي جعله فينا في أي وقت، وممكن في أي وقت برضو إن شاء الله يتم الشفاء بمنتهى البساطة. بس الفكرة في إيه بقى؟ الفكرة إن إحنا نحاول يعني بشكل مبكر دايما إن إحنا نسعى إن إحنا نكشف إن إحنا يعني أي حد بيظهر عليه بعض العلامات اللي هي ممكن شك فيها شوية، حاسة إن ممكن هنا الموضوع مقلق، ما تتردديش لحظة، روح على طول اكشفي. الموضوع دلوقتي بقى منتشر على مستوى الجمهورية. ويمكن كمان ان زي ما قلنا ان الحكومه كمان يعني خصصت 25 مليون جنيه لوزاره التضامن الاجتماعي، وكمان لدكتوره نيفين القباج يعني وزيره التضامن، ان ده يكون مخصص لمحاربات السرطان، وان الموضوع كمان يكون يعني في دعم بشكل اكبر لكل البنات ولكل السيدات. دلوقتي الحمد لله احنا بنقول ان احنا كان عندنا بعض الامراض الكبيره والمزمنه اللي احنا كنا بنعاني منها لسنين وسنين، دلوقتي زي فيروس سي مثلا، ده كان من الحاجات اللي بالنسبه لنا مرعبه. صح، بالظبط. اللي كان بالنسبه لنا يعني يقول لك فيروس سي ده استحاله يتم القضاء عليه، استحاله ان احنا ممكن نلاقي المحافظات كلها خاليه من فيروس سي. يا جماعه احنا بنتكلم ان مفيش حاجه اسمها مستحيله، في حاجه اسمها ان الواحد لما بيفكر يعني ويعمل بلان ويظبط